هذا يسأل عن مريض، يقول قرر الأطباء أنه مشوه في الدماغ والعمود الفقري، والمرض يزيد كل يوم، وأكثر الأطباء أو أكبر الأطباء المسلمين في أكثر من مستشفى أنه إذا بقي في بطن أمه فإنه سوف يموت نتيجة لزيادة المرض. هذا يسأل عن حمل في البطن ويقول إن الأطباء اكتشفوا إنه مشوه، وأنه إذا بقي بيموت، هل يعني يجوز إسقاطه؟ نقول لا، ما يجوز إسقاطه إلا لو كان الأم عليها خطر من بقائه. إذا كان على حياة الأم خطر من بقائه فإنه يسقط، وأما إذا كان لا يؤثر على حياة الأم فإنه يترك. إن شفي وسلم فالحمد لله، وإن مات فهذا قضاء الله وقدره. نعم.